يقدم لكم هذا البرنامج من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے أولدي أولدي صنة صنة ممتي وعلاش نزلتي من غير ميطاجيك لاباس ورستي الكاسك ديالك الوقت زمان هذا أم الله يهديك 100 مرة كنقول لك أنا ما كنديرش الكاسك واش عيبت الله أنا دير 300 درهم خاسرة على الترطيبة وعلى البروشينغ وكتقول لي دير كاسك باش خسر شعري ولكن راه الآفات أولدي والمثل تيقول تفوت غير راسك وتجي في النجاح وأنا راسي قاصح ما تخافيش أنا وخا تكرب كاع راه الطريطة ولا تهرس وراسي والله ما يتهرس عارفة راسك قاصح ولكن غير دير لي خاطري حفظك المول ولا ما بغيتش ندير كاسك ولا بغيتش ندير كاسك كيخسر شعري ولا باغي نطلق زيني واش تي باغيتني نتزوج ولا بقى جالس حداك هنايا عرفك امي الله يهديك اولدي الله يهديك صافي امي سير طلعي صافي طلعي للدار يا ربي لما تهدي هاد الدريه يا ربي صافي طلعي امي طلعي يا خويا بشي الله يرحم عليك وانت تحكرني الله يا ربي الله يا الله يا ربي الله الله يا ولدي الله اش بقى لي انا امي ضربوني في العين ضربوني في العين وهاد مولات الكات كات بقات ساهيه فيا بحال هكا وفي شعري اللي كيتحرك مع الريح بغات تجيب الدوره وهي تجمعني مع الروبوان جاب الله جدتني الارض وما كنتي ما غاديش تلقيني يا ولد كنت نقول لك دير الكاسك ولدي ولكن راس قاصح انا راسي ما قاصحش عباد الله ما قاصح دابا اللي بقى فيا الحال امي هو شعري ما بقاش يتصاوب بالبروشينغ بسبب الغراس ديالك ما بقاش يتصاوب بالبروشينغ انتم حطوا راسكم بلاستي الكاسك او الخوذه بالنسبه لسائقي الدراجات الناريه ماشي اختيار وانما واجب وعدم ارتدائها كيعاقب عليه القانون فبالنسبه لهذا السائق ومن غير انه ما كانش داير الكاسك فسلوكاته على الطريق كان فيها نوع من التهور اللي كيعرض السلامه ديالو وديال الناس للخطر ومن ضمن السلوكات ايضا اللي كانت عنده غير قانونيه هي التجاوز من جميع الاتجاهات وبين العربات الكاسك ضروري الكاسك نهضروا عليه ضروري ولكن واش من ناحيه واش ناحيه من الحمايه ولا حنا كنديروه نورمالمون نهضر مقود كنديروه غير على ود المخالفه هذا بزاف كيديروا على ود المخالفه على ود المخالفه لان الكاسك ماشي اول كاسك نوريه ليك الكاسك واش الكاسك بروفيسيونال غيحميني هذا لا تحت غيخدمني باش نقول لك لان الكاسك خاصو مواصفات خاصه لحمايه الراس الانسان ضروري ما يدير الاحتياطات ديالو ويلتزم بجميع الامور ديال السلامه اللي كتخلي الانسان انه يحمي راسه ويحمي الغير الكاسك راه كاين كاسك اللي يحميك واللبسه ديالك يعني اللبسه ضروريه حتى من الموتور كاع ما تشريش الموتور بس اللبسه ديال الاولى هذا الموتور انا درت هذا الكاسك باش يحمي راسي خاصو ياخذ الكاسك على ود السلامه ديالو هو اما الكاسك ما زعما الا ما درتيش الكاسك راك في الخطا لا حيت الموتور ما عندوش لا بروتيكسيون الطوموبيل نتا تي بروتيجي باغ لا فواتور هذيك شي علاش واش كاسك كيدير 20 درهم كيحمي الراس ما كيحميش الراس هاك هو تيقتلك هو لا طاح وتهرس يقتلك حيت هو ما 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 ماشي غير مجهز بوسائل الوقايه ربما نقدروا نسميوه تهور ولا مجموعه ديال الامور اللي الانسان ما كيعرف بالقيمه ديالها حتى كيلقى راسو تساقط في الارض وخاطر كبالا طوتينيس الكتريك تقدر الكاسك اوبليجي لان الموتور عفاك يدير الكاسك سي تري سي اسونسييل واللي تيخاف على ولادو واللي تيخاف على الناس يلبس الكاسك سي بروميير سيكوريتي افون دو كوندوير اون موتو بحركه بسيطه يمكن لاي مول الموتور يحمي راسو ويقلل من الخطوره في حاله وقوع شي حادثه لا قدر الله الكاسك ما كنديروهش حيت خايفين من المخالفات وانما كنديروه باش نحميو روسنا واللي راكب معانا والكاسك خاص ضروري يكون كيحترم شروط السلامه ويكون اومولوجي بحال هذا اما هذا النوع ديال لي كاسك الشباب راه ما غاديش ينفعك وفي حاله وقوع حادثه غير الله يستر وصافي قدم لكم هذا البرنامج من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.